الاهلي هيبدا من بكره طبعا الاستعداد لماتش الزمالك اللي هيكون الخميس باذن الله. حسم الدوري ممكن برضو يكون يعني لو اتكلمنا كده النهارده لو سيراميكا طبعا كليوباترا فاز او تعادل مع بيراميدز، لكن في حين بقى ان هو خسر هنحسم الدوري باذن الله يوم الخميس القادم. على كل حال عندنا كلام كتير جدا، خلينا نتكلم في كل ده، بس نرحب بالناقد الرياضي ضيفنا شادي محمد. بونجور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا رب. الدنيا كلها اهلا بحضرتك. انا اللي سعيد جدا ان انا معاكم مره ثانيه. احنا اللي بنسعد بوجودك معانا. قبل ماتشات ايه؟ ناريه. طبعا عندنا هتتحسب الامور من النهارده فكرك ولا هنضطر نستنى يعني انا لا يعني نستبعدها شويه. ابعدها شويه. ولا تعادل حتى معقوله؟ يعني بعيدة شويه لان انت برضو بتتكلمي او ممكن ان سيراميكا برضو بينافس عايز يبعد عن دوامه الهبوط. وفاضل له يعني ماتشين فلا هو ممكن يعمل ماتش قوي قوي النهارده ممكن الظروف تخدمه بس هو لا يعني انا برضو مستبعدها شويه شايف ان ان ان, إن, إن واتمنى على فكره انا اتمنى ان حسم الدوري يبقى في ماتش الزمالك يعني سسبنس هيبقى ليه طعم تصدق فعلا صح كلمه مظبوطه هيبقى له طعم تاني التتويج يبقى في ماتش القمه ده الجيم هيبقى مختلف والاستاد والتواجد كل حاجه هتبقى مختلفه اتمنى كمان يبقى في اجواء حماسيه حماسيه طبعا. ورياضيه وترقب هو ماتش القمه كمان بيبقى عليه سبوت كبير قوي من كل وسائل الاعلام ومن كل الرياضيين وهو الديربي الاول في افريقيا مهما حصل طبعا. ومهما حصل دروبات الدوري المصري او غيره لا الديربي المصري الاهلي والزمالك ليه طعم تاني خالص خالص.